أجلت محكمة البليدة اليوم الأحد قضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل والمدير السابق لأمن ولاية الجزائر نور الدين بن راشد إلى غاية 25 جوان، ويواجه المتهمون تهما تتمثل في سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى. وفي 3 ماي الفارط رفض المتهمين المحاكمة عن بعد، إضافة إلى عدم إحضار الشهود من بينهم وزير العدل الأسبق طيب لوح بسبب تعليمة وزارة العدل في ظل الظروف الصحية التي تشهدها البلاد.